نشوف تقرير ده ترجع بعد كده الأهلاء ونشوف التقرير ده ونرجع لكم تاني. بتعامل بالفرانكو عرب في الشات والسوشيال ميديا. فرانكو عرب بستخدموش قوي وبفهمش منه حاجة الصراحة. في ناس بتتكلم كتير منه وأنا بفهمش منه حاجة يعني. ناس معينة بتكلم معاها، لكن ناس تانية ما بتكلمش معاها، بس بفضل طبعا العربي أكتر. هي طريقة كتابة، طريقة تسهيل، عشان دلوقتي معظم الإكسبريشنز زي ما بقولك كده يعني كلام في نص الكلام كده ممكن تقول كلمات معينة، الكلمات دي مش هتعرف تكتبها بالعربي. لا عادي، ده بتبقى حاجة عادية أي حد بيعملها يعني. اي كلمتين كده وسط الكلام اللي فرانكو بيدي كلمه انجليزي كده عادي. لغه فرانكو دي مش انا مش يعني بتعاملش بيها كتير علشان ما بقراهاش بسرعه. بفهم لغه الفرانكو قرب بفهمها، بس ما بحبش استخدمها قوي غير مع الشخص اللي ما بيفهمش غيرها، يعني بضطر استخدمها مع الناس اللي بتحبها، بس انا بحب العربي يعني. يعني شايف ان ممكن فكر موسى حجر رشيد كان اسهل كتير ان واحد يقرا رساله بالفرانكو من اللي بستخدمه عادي، بس انا شايف ان يا عربي يا انجليش يعني. لغه بس يعني اخترعت وانا صغير يعني، فالشباب اللي قدي متعودين عليها، لكن الكبار بيتعاملوا بالعربي، وانا بحكم شغلي دلوقتي بتعامل بالاثنين، بس الاسهل لي فرانكو عربي يعني. لا ما انا مش حاسس ان حاجه يعني، انت بتكلم اللغه بتاعتك يعني، دي اللغه بتاعتنا كلنا عرب، ما اللي يتكلم اجنبي اليوم بيتكلموا زينا بره يعني. في العادي بتكلم عربي، بس في شخصيات لازم تكلمهم كده تحس ان هم يعني انت كده شيك وجميل ولازم اتكلم معاه كده يعني. هو غصب عنك بتقول اكسبريشنز كده معينه علشان هي ديت اللي دارجه دلوقتي. هي مشكله كبيره علشان اللغه العربيه كده خلاص بقت بتروح، ودي حاجه وحشه جدا. ايوه الناس اللي بتتكلم انجليزي كده، اللي بتتكلم عربي وتقول كلمتين انجليزي كده في نص الكلمه بتبقى حاجه حلوه يعني عادي. الناس اللي بتتكلم دخل كلمات انجليزي في نص الكلام دول حاجه يعني مش حاجه حلوه يعني، مش حاجه حلوه. ليه انت يعني بتقطع الجمله عربي دخل كلمه انجليزي ممكن ما تظبطش معنى الكلمه. في شخصيات لازم تتعامل معاها كده عشان تبين ان انت كمان فاهم، مش هم بس اللي بيتظاهروا ان هم فاهمين انجليش، كلنا فاهمين انجليش بس لازم نتكلم عربي. والله انا شايف انه عادي، ممكن واحد مثلا تربيته كده او واحد مثلا راح كورس في الكورس مثلا، لما تروح كورس انجليزي المستر بتاع الكورس بيقول لك حاول تتمرن، طبعا اللغه ممارسه. الناس اللي بتستخدم انجليش كتير في كلامها بيتفشخروا اكتر، بس يعني عادي كلنا يعني مصريين نفرين نتكلم عادي عربي.